إذن اليوم مع الجيد في الرياضيات المستوى السادس الصفحة 118، دونك دعم الدارسين 25 و26، يعني الدرس ديال الحجم وديال القسمة الإقليدية، هذا خاص بالدعم ديالهم. وما تنساوش دائما حاول الإنجاز، يعني هذه الفيديوهات خاصة بالتصحيح فقط. دمدو مع تصحيح تمرين واحد من بعد ما تكون أنجزتم طبيعة الحال ودرتم محاولة. عند قسمة العدد 12 على 5 نجد خارجا هو 2 وباقيا هو 2 أيضا، أي نجد خارجا مساويا للباقي. إذا لاحظوا جيدا، إذا عندما نقوم بقسمة 12 على 5، إذا نجد خارجا هو 2، 2 في 5 10 والباقي 2. إذا لاحظوا الخارج 2 والباقي 2، الخارج 2 والباقي 2، بمعنى الخارج مساوي للباقي، الخارج يساوي الباقي بحال بحال. أحدد جميع الأعداد التي إذا قسمت على 5 أعطت خارجا مساويا للباقي. إذا هنايا بغينا الأعداد اللي نقسمهم على 5 ويكون الخارج كيساوي الباقي. جيد، إذا هنا عندنا هما داروا 2، نديروا هنايا 1. إذا 1 ضرب 5 5، بمعنى الباقي خاص يبقى لي بحال الخارج 1. إذا العدد الذي أطرح منه 5 يعطيني 1 هو 6. إذا 6 قسمة 5 فيها 1، 1 ضرب 5 5 والباقي 1، إذا الخارج بحاله بحال الباقي. جيد، نأخذ عدد آخر، إذا هنا 1 هنا 2 الآن 3، 3 ضرب 5 15 ونضيف 3 هي 18 باش تبقى لي في الباقي 3. إذا الطريقة سهلة جدا، ناخذ دابا من بعد 3 ناخذ 4، ديما نقسمو على 5، 4 في 5 20 ونزيدو 4 هي 24، باش 4 في 5 20 يبقى لي 4، يعني دائما خاصني نحصل انا على نفس العدد. بالنسبة لهنا كخارج 5 ميمكنش، علاش؟ لأن إلا درنا الخارج 5، إذا لاحظوا أن الباقي خص يكون بحال بحال، دابا لاحظوا الباقي بحال الخارج، خص يكون 5، وهنا 5 ميمكنش يكون الباقي بحال المقسوم عليه، إذا هنا لا يمكن. إذا الأعداد هي 24، 18، 6، 12، إذا الأعداد هي نبدأ بالصغير 6، 12، 18، و24. جيد، الآن التمرين 2، كونسيديرون ليغاليتي، دونك عندنا هاد ليغاليتي هادي 869 est égal à 22 fois 39 plus 11. Donc je complète les phrases suivantes. Le quotient est, donc on a le quotient, on a le quotient ou le خارج ou le quotient qui est quoi? ثاني يعني 39. Donc le quotient est 39. Le reste est, donc le reste c'est 11. Le dividende, le maximum allez est 22. Le dividende est 22. Je continue la division de 869 par 22. Donc, on a un cumul la division. Donc, on dit 869 divisé par 22. Très bien. دونك هنايا هنا راه عاونون قالوا لي الكوسيون هو 39، دونك هنا سي تادي غندير 43. دونك هنايا عندي دو شيفر، غناخد دو شيفر 3 فوا 2 6، 3 فوا 2 6، دونك 6 موان 6 0، 8 موان 6 سي 2، اي 20 اي انفيريور ا 22، دونك جو ليسون 9 اكيد غتكون فيها بيان سور 9، دونك 9 فوا 2 18، 9 فوا 2 18 19، دونك هنا 1 1 اي 0. هنا جو كونتيني لا ديفيزيون، يعني نكمل لا ديفيزيون نتابعها. دونك هنايا جاجوت تان 0 اي جو مي لا فيرغول، دونك 110 ديفيزي بار 22 جو كرو فيها 5، حيت علاش كنديرو هنايا كنحيدو 0 مع 2 كنقول 11 شحال فيها من 2 فيها 5، نجرب 5 الا ما كان 5 غتكون 4، دونك 5 فوا 2 10، 5 فوا 2 10 بلس 1 11، دونك لو كوسيون اكزاكت الخارج مضبوط سي 39.5. تري بيان، تمرين 3، اشترى شخص شقة ثمنها 475 درهم، 475500 درهم، دفع مبلغا قدره 25500 درهم كتسبيق والباقي على شكل دفعات شهرية لمدة 180 شهر، احسب بالدرهم مبلغ الدفعة الشهرية الواحدة. طبيعة الحال هنا أول حاجة بعدا نحيدوا التسبيق، دفع يعني نطرحوا هذا التسبيق هذا، وداك الباقي راه غادي نقسموا على دفعات شهريه، يعني غنقسموا على 180 غنقسموه على 180، دونك 3
ممكن نديرو الحل على العمليات. طيب يعني دوك هنايا اول حاجة نحسبو المبلغ المتبقي، المتبقي بالدرهم دوك 8,475,000 و500 درهم، نطرحو من التسبيق اللي هو 25,500. دوك هنايا نديرو العملية، 500 ناقص 25,500، إذا 0,000,054، إذا غتبقى لنا 450,000 درهم. جيد، الآن هذا المبلغ اللي بقى سيقسمه على دفعة شهرية لمدة 180 شهر. إذا مبلغ الدفعة الشهرية الواحدة، مبلغ الدفعة الشهرية الواحدة بالدرهم. إذا المبلغ المتبقي نقسمه على 180 شهرا. إذا نقوم بعملية القسمة، 450,000 نقسمها على 180، يمكن لي نختزل بالصفر مع الصفر ونقسم على 100 على 18، يمكن لي نحيد الصفر مع الصفر ونقسم على 18، أو نقسم هكا بشكل عادي بحال بحال بجوجهم صحاح. دونك عندي ثلاثة الأرقام، ناخذ ثلاثة الأرقام، 450 شحال فيها من 180؟ نقول 4، شحال فيها من 1 فيها 4؟ إذا أول شيء نجربوا 4، إذا جاتنا 4 كبيرة غتجي 3، إذا أكيد غتجي ربما غير 3 ولا غير جوج كاع. دونك 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 8 16، 2 ضرب 1 2 زائد 1 3. هنا كما قلنا القسمة راه كنديروا جدول الضرب ديال المقسوم عليه اللي هو 180. نجربوا مثلا في 3 كما قلنا، دابا حنا راه 4 شحال فيهم 1 فيها 4، دونك نجربوا 4 ولا 3. دونك هنا 0، 3 في 8 24، 3 في 1 3 وحتي في 5، لاحظوا 540 اكبر من 450، داكشي علاش درنا جوج. دونك 0 15 ناقص 6 9، و 4 ناقص 4 0، 90 صار من 180 مزيان، ونزل هذا الصفر ونزل هذا الصفر. 900 كان فيها من 180، نجربوا ثاني جدول الضرب ديال 180 دائما. دونك هنايا 9 شحال فيها من 1 فيها 9، نجربوا 9 ولا 8 ولا 7، هنا 9 40 غتجي كثيرة، دونك نجربوا 7، 56، 7 في 1 7 5 12، دونك هذه بزاف، دونك نجربوا 5، 0 40، 5 في 1 5 9، دونك 5 مزيانة، عطاتني 900، دونك 0 0 0، بقاو هاد جوج أصفار يمكن لي نزيدو مباشرة بلا ما نبقى نديرهم أو ننزلهم أو ننزلهم، ما فيهم حتى مشكل ماشي. دونك 2500 درهم كمبلغ او كدفعة شهرية. جيد، الان نمر الى التمرين رقم 4. دونك اشترت خياطة قطعة قماش قياس طولها 5.75 متر لصنع 25 منديلا لها القياس نفسه، احسب قياس طول كل منديل. بطبيعة الحال 25 منديل، حنا بغينا قياس منديل واحد، نقسمو هذا على 25، دونك 4، دونك قياس نفس الشيء، نقدر نديرو الحل والعمليات. دونك قياس طول كل منديل، ديما في المسائل الى غالبا الى بغينا حاجه وحده يعني شيء واحد كنديرو القسمه، بغينا بزاف كنديرو الضرب، هذه غالبا. دونك غنقسمو 25، 5.75 غنقسموها على 25. دونك هنا غناخذ رقم، لان ما يمكنش لي ناخذ جوج ارقام لان كاينه الفاصله، واخا هو ما كافيش. دونك 0 والباقي 5، نزلوا 7 ونديروا الفاصله، لان 7 هو رقم الاعشار. 57 شحال فيها من 25؟ كالعاده كنقول 5 شحال فيها من 2؟ فيها 2، دونك 2 في 5 10، 2 في 2 4 زائد الاحتفاظ، دونك 7 0 ونزل ال 5. 75 كم فيها من 25؟ كالعادة نطرق الوحدات مع الوحدات، نقول 7 شحال فيها من 2؟ هذه سهلة، 7 شحال فيها من 2؟ فيها 3، دونك 3 في 5 15، 3 في 2 6 زائد الاحتفاظ 7، دونك 5.25 متر مقسومة على 25 عطاتنا 0.23 متر في المنديل الواحد. جيد، نمر إلى التمرين رقم 5. دونك قياس مساحة بقعة أرضية مستطيلة الشكل
هي 307 متر فاصلة 8 مربع فاصلة 8، وقياس طولها هو 22 متر فاصلة 8، احسب قياس عرض هذه البقعة الأرضية بالمتر. هذه القاعدة ديال المستطيل كتقول لي العرض هو المساحة قسمة الطول. دونك هنا بكل بساطة نطبقوا القاعدة فقط. دونك قياس عرض هذه البقعة الأرضية بالمتر. دونك هنايا كما قلنا غادي نقسمو، نديرو عملية القسمة. دونك عندي المساحة، عندي العرض هو المساحة قسمة الطول، يعني العرض هو المساحة 307.8 متر مربع قسمة الطول اللي هو 22.8 متر. إذا العرض يساوي هنا المتر مربع نقسمه على متر غتبقى متر واحد، يعني هنا متر، ونديرو عملية القسمة 307.8 قسمة 22.8. بطبيعة الحال عندي عشر وعشر، يعني رقم وراء الفاصلة، بمعنى نضرب في 10 عشر في 10. إذا هكذا كنت تخلصت من الفاصلتين. جيد، إذا عندي ثلاثة ديال الأرقام غناخد ثلاثة ديال الأرقام كالعادة. ثلاثة شحال فيها من اثنان؟ واحد. دونك واحد في ثمانية ثمانية، واحد في اثنان، واحد في اثنان. دونك 17 ناقص 8 تسعة، 10 ناقص 3 سبعة، وثلاثة ناقص ثلاثة صفر. 79 أصغر من 228. أنزل 8. 798 كم فيها من 228؟ كالعادة 7 كم فيها من 2؟ فيها 3. إذا نجرب 3، إلا ما جاتش 3 غتجي 2. دوك نجربو 3، 24، 6 8 6. دونك صافي 3 مزيانة. أما 4 راه 4 في 2 غتكون 8، كثيرة بزاف. دونك هنايا 3 و684. دونك 8 ناقص 4 4، 9 ناقص 8 1، 7 ناقص 6 1، و114 صغر من 228. جيد، أضيف الصفر وأضع الفاصلة. هذا الصفر بحال جبته من هنايا. دونك 1140 كم فيها من 228؟ كالعادة دائما جدول الضرب ديال 228. دونك 228 11 شحال فيها من جوج؟ فيها 5. أول شيء نجربو 5. دونك 45، 5 في 2 10 و14، 5 في 2 10 11، هي هذيك مزيانة. 1140، 1140 دونك فيها 5. دونك 13.5. جيد، شوفوا التمرين 6. إرادة تعاوني لإنتاج الحليب، تفريغ محتوى سهرج به 3874 لتر من الحليب في براميل يسع كل واحد منها 50 لتر، واحسب عدد البراميل اللازم توفرها وما تبقى من الحليب. دونك هنايا ألف، دونك عدد البراميل اللازمة. دونك طبيعة الحال عندي 3874، ونقسمها على سعة البرميل الواحد 50 لتر باش نعرف شحال من برميل. دونك ثلاثة الأرقام لأن جوج مكافينش. دونك 830 شحال فيها من 5؟ فيها 7. 7 في 0 0، 7 في 5 35. دونك 7 3 0. ننزلو هاد الربعة هادي كالعادة، نضربو الوحدات مع الوحدات. 37 شحال فيها من 5؟ فيها 7. 7 في 0 0، 7 في 5 35. دونك 4 2 0. إذا هنا غنديرو المتساوية. دونك 50 ضرب 77 زائد 24. إذا عدد البراميل اللازمة 77 برميلا، وهنا ما تبقى من الحليب، يتبقى من الحليب الباقي هو 24 لتر. بنفس الطريقة هذه المرة إذا أفرغ محتوى السهرج بكامله في أواني تسع كل واحد 5 لترات، أحسب عدد الأواني المملوءة وما تبقى من الحليب. بطبيعة الحال القسمة، إذا عدد الأواني المملوءة نفس الشيء 3874، نقسمو هذه المرة على 5 لأن كل وحدة فيها 5. دونك هنا غنشدو جوج كافيين، 7 في 5 35، 3 0. نزلو 7 فيها 7، 7 في 5 35، 2 0. نزلو هاد 4 فيها 4، 4 في 5 20، الباقي 4.
دونك هنايا المتساوية 3874 تساوي 5 ضرب 774 زائد 4، إذا عدد الأواني المملوءة هو 774 آنية، وما تبقى من الحليب شحال غيبقى؟ غيبقاو هاد ربعة، هاد ربعة لتر. الأمر الآن إلى التمرين رقم 7. دونك قاضب معدني على شكل أسطوانة قائمة قياس ارتفاعها هو 6.2 يعني ديسيمتر، القطر قاعدتها 0.3 متر، نعطونا بي هو 3.14، وحسب قياس حجم هذا القاضيب. إذا كنعرفوا القاعدة ديال القاضي ديال الحجم ديال الأسطوانة، خصنا نكونوا حافظينها باش نجاوبوا. دونك قياس حجم هذا القاضيب، قياس حجم هذا القاضيب بالديسيمتر مكعب. ما معنى بديسيمتر مكعب؟ معنى ان خاص كل شيء يكون عندنا بديسيمتر. جيد، اذا كنعرفوا ان الحجم ديال الاسطوانه هو الشعاع، الشعاع في العدد بي في الارتفاع، هذا هو ديال الاسطوانه. دونك هنا نمشيو للشعاع، اذا قياس قطر قاعدتها هو 0.3 متر. اذا نحولوا للديسيمتر، لان احنا الجواب على الديسيمتر مكعب خاص كل شيء يكون ديسيمتر، نحولوا الديسيمتر ونقسموا على جوج، لان القطر اللي قسمناه على 2 كيعطينا الشعاع. اذا هنايا نحسبوا الشعاع، دونك اول حاجه بعدا عدي القطر هو 0.3 متر، يعني هو هذا في المتر، هذا في الديسيمتر، يعني 3 ديسي متر. اذا القطر هو 3، معنى الشعاع هو 3 قسمة 2، يعني 1.5 ديسي متر. اذا نديرو 1.5 في 1.5 في 3.14، الارتفاع قال لي هو 6.2 ديسي متر. دونك لاحظوا دابا كلشي عندي بالديسي متر، يعني الجواب غيكون بالديسي متر مكعب. جيد، اذا الان نقوم بعملية الضرب. اذا نبداو ب 1.5، ضرب 1.5، دونك 25 7 5 1 5 12 2، هذه 1 2 1 2، دونك 2.25 نضربها في 3.14، 5 في 24 5 في 1 5 والاحتفاظ 7 5 في 3 15، نديرو النقطة ندوزو الاثنين 8 2 6، نديرو نقطة تندوزو الاثنين 8 2 6. دونك زربت في العملية لأن عارف هاد الضربة تكون ساهلة ما تكونش في مشكل. 15 دونك 10 16 8 10 7 1 2 3 4، أربعة الأرقام في الجزء العشري، 1 2 3 4 أربعة الأرقام في الجزء العشري. دابا هاد العدد هذا 7.0650 ولا هاد صفر دابا زيد نحيدو، غنضرب في 6.2. دونك جوج خمسة 10، جوج ستة 12 والاحتفاظ 13، جوج صفر صفر والاحتفاظ، جوج سبعة 14. نديرو نقطة، 6 في 35، 6 في 36 39، 6 في 0 0 احتفاظ، 6 في 7 42، ثم أجمع 3 10 8 3 4، عندي 1 2 3 4، 1 2 3 4، دونك 43 فاصلة، هاد الصفر غير زيد بلا ما نكتبو، 803 ديسيمتر مكعب. إذا هذا هو حجم القضيب. جيد، الآن التمرين 8. دونك أحسب قياس المساحة الجانبية والمساحة الكلية لمتوازي المستطيلات، ثم أحسب حجمه بوحدة اللتر. إذا أول شيء نبدأ بالمساحة الجانبية، إذا 8 المساحة الجانبية، إذا كنعرفو المساحة الجانبية اس لاتيرال هي محيط القاعدة ضرب الارتفاع. غنجيو المحيط القاعدة هو متوازي المستطيلات، بمعنى القاعدة ديالو مستطيل، ها هي. دونك المحيط ديالها هو الطول زائد العرض ضرب 2، طول زائد العرض ضرب 2، يعني الطول زائد العرض ضرب 2، ثم نضرب في الارتفاع. إذا عندي الطول هو 5 والعرض هو 2.5،
ونضرب في 2، هذا هو محيط القاعدة، محيط المستطيل، ونضرب في الارتفاع هو 1.5. هنا كما كتلاحظوا كل شيء عندي بالديسيمتر، يعني ما عنديش مشكل. هنايا قال لي المساحة الجانبية الكلية لمتوازي المستطيل، ثم احسب حجمه بوحدة اللتر. دونك هنا الحجم اللي غنديرو باللتر، هنا المساحة الجانبية باش ما حسبنا، ماشي مشكل. جيد، إذا هنا نقوم بالعمليات الحسابية. دونك 5 + 2 7.5، 7.5 ضرب 2، إذا هي 15، عندي رقم يعني 15 نضربه في 1.5. دونك هنا 25، 5 في 1 5 الاحتفاظ 7، 1 5 5 1 5 12 2، عندي رقم ورا الفاصلة، دونك 22.5 ديسيمتر مربع لأنها مساحة. جيد، الآن المساحة الكلية، كنعرفو أن المساحة الكلية S total هي مساحة القاعدة ضرب 2، علاش؟ حيت عندي قاعدتين، وحدة الفوق وحدة لتحت، أو كنضيفو عليها المساحة الجانبية. جيد، إذا هنا عندي المساحة، مساحة القاعدة ديال المستطيل هي الطول في العرض، يعني 5 × 2.5، 5 × 2.5 هذه طول في العرض ضرب 2 زائد المساحة الجانبية تساوي. دونك هنايا 5 × 2.5 25، 10 = 12، وعندي رقم ورا الفاصلة، غنضربها في 2، دونك 10 × 4 زائد الاحتفاظ 2، عندي رقم ورا الفاصلة يعني 25، 25 غنزيدو عليها 22.5، دونك هنا فاصلة 0.5 × 7.4، دونك 47.5 ديسيمتر مربع. جيد، الآن الحجم، حجمه باللتر. دونك كنعرفو الحجم ديال متوازي المستطيلات هو الطول في العرض في الارتفاع. دونك الطول عندي وشحال؟ 5 × 2.5 في الارتفاع 1.5. دونك نحسبو، دونك 5 × 2.5 سبق لينا حسبناها، ها هي 5 × 2.5 هي 12.5 في 1.5، 12.5 في 1.5، دونك 25، 10 × 12، 5 × 6، هنا 1 × 5، 1 × 2، 1 × 1، ونجمعو، دونك 5 × 7 = 8 = 1، عندي رقمان وراء الفاصلة يعني 18.75، ولكن ديسيمتر مكعب، حيت هادو كلشي بالديسيمتر، لاحظوا بالديسيمتر، انا باغي باللتر، دونك خصني نحول، كنعرفو ان الديسيمتر مكعب هو اللتر، دونك هي 18.75 لتر. جيد، نمر الان الى التمرين رقم 9. دونك لو بريزم ريبريزونتي سي دوسو اي ان باراليلو او بيان باراليلي بيبيد، يعني دونك هاد البريزم هذا هو واحد المنشور قائم. جو كالكول سونير لاتيرال puis je calcule son volume. دونك نحسبو لير لاتيرال يعني المساحه الجانبيه. دونك هنا بغينا نحسبو المساحه الجانبيه، راه مساله قاعده فقط. دونك لير لاتيرال اي طبيعي الحال، دونك عندي لير لاتيرال ولا سيرفاس، كنقولو اير ولا سيرفاس، لاتيرال هي قلنا هي البيريمتر فوا لا هوتور، البيريمتر دو لا باز بطبيعة الحال محيط القاعدة. دونك كنجيو هنايا القاعدة، عندي هنايا مستطيل، ها الطول ها العرض، دونك غنديرو الطول زائد العرض ضرب 2، هذا محيط القاعدة، ثم نضرب في الارتفاع. إذا عندي الطول هو 3 زائد العرض 2.24 ضرب 2 ضرب الارتفاع اللي هو 3، كلشي بالسنتيمتر، دونك ما عندناش مشكل في الوحدات. دونك 3 + 2.24 هي 5.24،
نضربوها في 2، دونك 8 4 10 1 2، ونضربوها في 3. كان ينضرب 2 3 6 ونضرب ديريكت في 6، ماشي مشكل. دونك هذا نضربوه في 3، دونك 24 12 14، 3 في 0 0 والاحتفال، 3 في 1 3، 1 2، دونك 31.44 سنتيمتر مربع. نزيد الان ال 100 فوليوم، 100 فوليوم اي، دونك كنعرفوا بان الحجم ديال متوازي المستطيلات هو الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. دونك عندي الطول هنايا هو 3 2.24، الطول في العرض في الارتفاع في 3. دونك هنايا ما قالوش لي الوحده باش نحسب، نخلي باش ما عجبني. طيب بيان، دونك هنايا 3 في 3 3 في 3 تسعود، تسعود في 2.24، دونك تسعود في 4 36، تسعود في 2 18 21، تسعود في 2 18 20 1 2، دونك 20.16 سنتيمتر مكعب. مزيان، اذا هنا ما طلبوش منا حتى شي وحده، دونك نخليوها سنتيمتر مكعب هكذا فقط. جيد، الان التمرين رقم 10، دونك الاحظوا مرايات الاسطوانه ومتوازي المستطيلات واحسب، دونك قياس حجم كل واحد منهما بسنتيمتر مكعب، ثم بالديسيمتر مكعب، من بعد نحسبوا السعه. دونك الف طبيعه الحال 10، دونك حجم كل واحد منهما حجم الأسطوانة، نبداو بالأسطوانة القائمة من طبيعة الحال، حجم الأسطوانة القائمة بالسنتيمتر مكعب والديسيمتر مكعب. إذا كنعرفوا بأن حجم الأسطوانة هو الشعاع، الشعاع في العدد بي في الارتفاع. غنجيو للشعاع نشوفوا شحال عندنا في الشعاع هذا. لاحظوا الشعاع هنا داروا لي 20 كامل، يعني القطر هو 20، بمعنى الشعاع هو والنصف هو 10. إذا عندي القطر هو 20 سنتيمتر، بمعنى الشعاع هو 10 سنتيمتر، نصف القطر، إذا 10 سنتيمتر. وهنا عندي سنتيمتر 45 سنتيمتر في الارتفاع، دونك ما كاينش مشكل. إذا 10 الشعاع ضرب 10 ضرب 3.14 ضرب 45. جيد، إذا 10 في 10 100، 100 في 3.14 100، كنزيدو إلا ضربنا في 100 كنزيدو الفاصلة برقمين، دونك 314 45، دونك 5 في 24، 5 في 1 5 والاحتفاظ 7، 5 في 3 15، 4 في 4 16، 4 في 1 4 والاحتفاظ 5، 4 في 3 12، دونك 0 13 11 4 1، دونك 14130. هادشي كلشي بالسنتيمتر، اللي دابا يعطيني السنتيمتر مكعب. بطبيعة الحال بما اننا بغينا تبدي سنتيمتر مكعب، نديرو عملية التحويل. دونك السنتيمتر مكعب كنعرفو فيه ثلاثة الخانات، واحد جوج ثلاثة، ونديرو الفاصلة، دونك 14.13 ولا 130، صفر دابا راه زايد. دونك هنايا حنا جاوبنا بالسنتيمتر مكعب والديسيمتر مكعب. دابا حجم متوازي المستطيلات، حجم متوازي المستطيلات فهو بالسنتيمتر مكعب والديسيمتر مكعب. كنعرفوا الحجم هو الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. غنجيو هنايا نقلبوا على الطول هو 50، المهم كلشي عادي في سنتيمتر ما كاينش مشكل. دونك 50 في 32 في 16، دونك تعطيني 25600 سنتيمتر مكعب. من طبيعة الحال 1 2 3 والفاصلة، يعني درنا جدول. دابا الأصفار أصبحت زائدة سنتيمتر مكعب، يمكن لكم تستعملوا الجدول. جيد، الآن ب قياس سعة كل واحد منهما باللتر. إذا ب سعة الأسطوانة القائمة باللتر، هي باللتر هي هذه، يعني ديسيمتر مكعب هو اللتر. دونك هنايا نديرو 14.13 ديسيمتر مكعب، هي 14.13 لتر. سعة متوازي المستطيلات باللتر نفس الشيء، 25 ديسيمتر مكعب فاصلة
6 هي 25 لتر فاصلة 6. ننظر إلى هنا أنهينا الصفحة 118. نتمنى تكونوا استفدتم. شكرا والسلام.